الله. السلام عليكم أخوة الكرام، هذا اليوم هذا تبارك الله الثالث ديال ايام العيد، براد. انا الجو الى مبرد، الجو مبرد. هادي هي البلاصه اللي ديما تنهضروا عليها في الفيديوهات وما تندوزو منها، تنقولوا حبه دالو ان الطريق فين دايزين هذوك الناس دابا على اليمين تكون طريق تدوز الشانطي، راه ديجا تيدوزو من الراجلين تما بزاف تيسرقوا من الطريق هذيك. لو انها تصوب غادي تكون مبرعه بالنسبه للراجلين وبالنسبه للسيارات باش لاجل فك العزله على يعني تزاد مدخل سميتها حي السلام. شحال هادي اللي تمازلناش من هنايا مده خاصه بالمساء، انا كانوا خلاص بدلوا دوك البالي ليد عطاو صراحه فرق كبير في الاضاءه. عقبال ما ان شاء الله تعالى الاضاءه تمشي توصل حتى لوتوروت من هنايا. لقاو شي تفاعل ان الرومبوان يديكالا يزيد للقدام شويه باش يجي هاد البلاصه اللي خرج من الطوموبيل على اليسار. الجو تبارك الله براد، اللهم لك الحمد. صوبوها وعاودوها ولات مزيانه، بقى خاصها الضو ثم بدلوا لها الضو نقدروا نتصوبوا بالارصيفه. تصوبوا الا تصوب الضو غادي تكون الامور مبرعه. هذه قلنا خاصها التشوير باش يبانوا دوك المسارات في النهار وفي الليل. دوزتو عيد الاضحى مزيان مع العائلات مع الحباب. العيد كتكون داك الزخم ديال الهضره عليه دائما قبل منه، ما فاش كيدوز راه صافي كيدوز بحال كاع الامور. نتسناو ان شاء الله تعالى غير الاخراج ديال هذا المشروع هذا ديال المحطه الطرقيه هنا هذه ان شاء الله كما كاين في التصميم ديال التهيئه اللي هو بالاشاره اومولوجي يعني مصادق عليه من طرف كاع السلطات المختصه. هذا المشروع ديال المحطه الطرقيه اللي سميتو غادي ترصد لها 10 مليار ديال السنتيم، يعني ما بين شراء الوعاء العقاري وما بين البناء وما بين التجهيزات وما بين كاع دوك المرات اللي غتحتاجها. الجهه غادي تساهم 3 مليار، مجلس العماله غادي يساهموا بواحد 500 مليون سنتيم. هادشي دابا اللي هو اوفيسيال من غير الا كاين شي حاجه اخرى غادي تكون اضافيه بيان سور.
جماعات اللي هما هنايا جايه في الارض ديالهم راه غادي يساهموا حتى هما بالثمن ديال الشراء ديال الارض، لان ثمن شراء الارض غيكون مكلف لان مساحه كبيره. المهم عندنا هو الاخراج ديال هذه المحطه للوجود، لان المحطه الحاليه وضعيتها كارثيه، يعني تسيء الى زعما المكانه ديال مدينه مكناس. هذه البلاصه اللي كاينه فيها المحطه الحاليه راه شلا ما يدار فيها، شلا امور تكون اقتصاديه، شي حاجه اللي تكون فيها الرواج الاقتصادي باش ديك البلاصه تبقى حيه. وعاوتاني هذه البلاصه هذه راه موقع استراتيجي، خصوصا ان الطوبيسات غيوليو يوصلوا لهنايا، غادي يوليو الطاكسيات يوصلوا لهنايا، يعني غادي يحيو هذا المرفق الجديد. وخص حتى جماعه ويسلان حتى هي تفكر دير شي محطه، شي انكس، تكون انكس. علاش؟ لان كاين واحد العدد ديال الناس اللي غاتجيو بعيده انهم يجيو من ويسلان حتى لهنايا، فاذا تدارت غادي شي انكس غادي تكون مزيانه ومفيده بزاف. هذا بحدا المدخل الغربي ديال لوتوروت، ومازال ان شاء الله تنتسناو المشروع ديال الاناره. الاناره كاين ان شاء الله تعالى تكلف به جهه فاس مكناس ان شاء الله تعالى يا ربي. هذا مكان هاد الطريق هادي اللي انفاس معانا راه كدير اغوراي. مشينا مع نيشان اغوراي ومن هنا خرجوا حتى لايتولل. هذا على اليسار ديالنا هو اكوالاند. هنايا كاينه لا سونترال ديال الشركه ديال الزفت وما الى ذلك. هنا كاين القنطره ديال اللي جاي فوق لوتوروت، طريق السيار اللي كيدير الرباط في اتجاه وفي اتجاه اخر كتدي لفاس. هذا كل ما يتعلق بهاد الجولة المسائية. نتمنوا أنكم تكونوا بخير وعلى خير. هنا تبارك الله شوفوا الأراضي الفلاحية، اللهم بارك لي دومين، الله يبارك. الطريق حتى يخصهم إن شاء الله تعالى يعنوا بها. هذه راه تابعه للمديريه الجهويه ديال الاقليميه، مديريه الاداره الجهويه ديال وزاره التجهيز والنقل، والمديريه الجهويه ولا الاقليميه للتجهيز والنقل في مكناس. هذه حنا غير في اطار الزياره وصلنا معكم هنا، وحنا غادي نشوفوا شي ناس زياره لاكوالاند، شوفوهم حتى هما. اكوالاند اللي حتى هو هذا طفيل الضوء تيبان بحال الموتور، هو مشكور انه هبط، يعني اخواننا تا هو مسكين الطريق، ولكن نتمنوا انه يصوب ديك البوله اللي محروقه له باش ما يسببش شي حادث سير لا قدر الله عليه ولا غيره. هذا مكان، تحياتي لكم. مازال تيديروا ليكستونسيون ديالهم هنا، واحد عندهم واحد ليكستونسيون هنايا ان شاء الله تعالى غيقادوها. هاد البنايه هادي اللي مغطيه تيقادو شي حاجه اللي غادي تكون يعني
صالحه للصيف والشتاء. ما كاين عائلات اللي تيجيو لاكوالاند، ماشي فقط لي جون، كاين عائلات كيجيو. انتم تبارك الله، شوفوا اللهم بارك. من عدد السيارات يبان لكم الاقبال، هذا هو اكوالاند تبارك الله عليكم عامر. اذا نرجعوا شوفوا بليس اللور، دزنا حدا بلايص خاوين. تحياتي